نرجع تاني للنواحي الفنيه في مباراه الاهلي مثلا والاتحاد. اتفرجت على المباراه؟ اه طب ايه رايك؟ بص يعني عشان ما نحكمش على أيوة. الفرقه بشكل عام. نعم. انا شخصيا كنت اتمنى وانا شايف وجهه نظري فنيه فنيه مش حاجه تاني ان النادي الاهلي محتاج راس حربه مواصفات خاصه لحد هذه اللحظه. طبعا القيد اتقفل مش كده؟ القيد اتقفل امبارح. للاسف احنا محتاجين راس حربه يعني مع محمد شريف بقى مع حسام مع شادي محتاج وقت وحسام محتاج يعني السنه اللي فاتت خد وقت وممكن يحتاج وقت كمان سنه ولا سنتين كمان. شريف ماشي بشكل كويس وهو لعيب كبير حقيقه اوكي ويستحق ان هو يبقى فرد النادي الاهلي لكن محتاجين حد اقوى. انا متهيألي النادي الاهلي محتاج راس حربه قوي جدا. خط الظهر احنا ما عملناش تدعيمات وفعلا الاهلي مش محتاج تدعيمات. حراسه المرمى فعلا مش محتاج. كنت محتاج باك ليفت بس كويس مع علي معلول. ما ينفعش أكرم. ايمن اشرف مثلا؟ ايمن اشرف لا يعني انا محتاج حد زي جيلبرتو كده مع علي. مع علي اوكي. لا يعني علي برضو يعني السنه اللي فاتت وممكن السنه دي برضو اصاباته ممكن بتاخد وقت كبير جدا. طبعا الراجل اللي اديله كتر خيره يعني اديله برضو سبع ثمان مواسم بيلعب ولا ست مواسم يعني خلاص محتاج حد. لكن ناحية اليمين خلاص بعد اكرم الحمد لله الامور ظبطت كويس واكرم برضو حل كبير جدا مع في نص الملعب. بس ده نص الملعب اعتقد مع لا مش محتاج. أوكي. لا مش محتاج نص الملعب. السوليه حمدي فتحي وحمدي فتحي ديانج طبعا.